فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على السي بي. اكيد الاحداث تتسارع في النادي البنزرتي بعد ما كان البارح رئيس السابق للهيئه التسجيليه رياض مقدير ضيفنا في فير بلاي. اليوم ايضا باش نحكيو على السي بي, فما برشا جديد في الفريق بين البارح واليوم. البارح كان فما فيديو لرئيس النادي عبد السلام السعيداني, كما تم ايضا الاعلان على التعاقد مع صوفيا الحيدوسي, باش نرجعوا له بعد شويه باكثر تفاصيل ان شاء الله. باش نحكيو في هذا الكل واكثر مع راسلنا في بنزرت رمزي بنغربية زميلنا. اهلا بيك رمزي. مرحبا بك سلام, ومرحبا بالساده المستمعين اللي يسمعونا على راديو كسر. شنو حوالك؟ مازلت بحر؟ مازال فما بحر في بنزرت ولا سي؟ والله البحر مازال متواصل في بنزرت حتى ان شاء الله كما يقولوا لنا البنزرتيه حتى لاخر سبتمبر, لان يعني العمر في سبتمبر ياسر تحفونا يا سلام في بنزرت. ايوه به رمزي نحكي على جديد في النادي البنزرتي. الجارديان ابن الفريق علي العياري بعث مراسله من اجل منع الفريق من الانتداب, بكثر تفاصيل من عندك رمزي. هو صحيح كما المقدمة نتاعك في براستها سلام, كي قلت الأحداث تتسارع في النادي الرياضي البنزرتي واللي يعيش فيه السيابي في الفترة هذه مع شوش منذ سنوات, وتنرجع للمواضيع تباعا. لكن اللي أثار ردود الفعل كبيرة اليوم في بنزرت هو النص اللي بعثه علي العياري, معناه نيابة عنه وكيل أعماله الجامعة التونسية لكرة القدم, يطالب بتفعيل الفصل 91 اللي بمقتضى يمنع النادي البنزرتي من الانتدابات على خلفية معناه شكاية كان تقدم بها الحارس علي العياري ما تحصلش فيها على مستحقات من نادي الرياضي البنزرتي. معناه نادي البنزرتي هو بطبيعته غاطس في الاشكاليات المعنيه القانونيه للعديد من اللاعبين. اليوم تزيد عليه قضيه علي العياري, فما قضيه ببكر تراوري, فما قضيه اللاعب ببكر العنزي اللاعب القطري. اليوم نادي البنزرتي مطالب بتوفير مبلغ 700 الف دينار لرفع من الانتدابات, قاعد اجابه في مثل هذه الاشكاليات. لكن اليوم تجي المراسله هذه كما قلت اثارت ردود فعل كبيره في بنزرت من ناحيه. اول حاجه تزيد تعمق الازمه اللي في النادي البنزرتي, واليوم معناه تضمن كبير من حبة نادي البنزرتي من ابن النادي علي العياري. إذا كان اليوم معناه أن علي العياري يرفع قضية بالنادي البنزرتي ومن خلاله يقع منع من الانتدابات, لأن تشكيات كبيرة وتذمرات كبيرة معناه اليوم وصلت حتى أبناء النادي وهم اللي ساهموا في عملية ولو أنه رمزي حقه فلوسه. لا صحيح ما هو الاشكال فيش, لانه نادي البنزرتي تميز في السنوات الاخيره يا اسلام معناه بكثره القضايا المرفوعه ضده من عديد من اللاعبين اللي جاوا معناه للنادي البنزرتي, وشفنا معناه برشا اسامي معناه لقاو معها حل. وذكروا شيكات عبد السلام السعيداني عاملاه ودخوله الى السجن, وتم فض بعض الاشكاليات مع بعض اللاعبين. جاء القانون الجديد اسلام اللي اذا كان ما تخلصش الملاعب في 3 أشهر يقع فخ عقده من طرف واحد, ولا شفنا معنا عديد اللاعبين ايمن الترابلسي امادو سابو, فما برشا ملاعبيه فما زوز ملاعبيه اخرين بين اليوم وغدوا باش يفسخوا عقدهم زي رمزي. هو باش يكونوا واضحين معنا للامانه شكون قاعد في النادي البنزرتي في الفتره الاخيره. العديد من اللاعبين اللي غادروا, وهذه بصراحه معناها وضعيه صعيبه ياسر, مش حتى اللاعبيه غادروا يا اسلام. وكما شفنا معناها باش نمر الموضوع الثاني هو الموضوع التسييري, وانت كان معك امبارح رياض مقدير. اليوم الهيئه التسييريه ما عادش موجوده. اليوم الامين المالي قدم استقالته, الكاتب العام قدم استقالته, النائب الرئيس قدم استقالته. اليوم الوحيد اللي قاعد يجيب صحي فوضى معناها اللي قاعد يسير هو عبد السلام السعيداني ريتور امبارح معناها في فيديو معناها كان هبطه. معناها بصراحه اليوم وضعيه باش ما نقولش اكثر من كارثيه قاعد يعيش فيها. فما استخفاف رمزي, فما استخفاف بالمهمه انك تكون رئيس النادي البنزرتي ظالي. هو دخل كان في محلها قلت لي رمزي نزلت تعوم ولا ما تعومش؟ البنزرتيه طولين بالبحر, اول ما باش تضم بالكوره باش يحسوا بحجم المراره وباش يحسوا بحجم الاشكاليه باش يقع فيها النادي البنزرتي. لانه اليوم جمهور السيابي باش يقول لك عندنا البحر وعندنا السيابي. جمهور سيابي تولي في البحر غدوة تبن بالكرة وباش يرقى بصراحة ظروف صعيبة وصعيبة ياسر. اليوم صحيح الناس تلوم على عبد السلام السعيداني, وفما شكون يأيد عبد السلام السعيداني. إذا كان اليوم كبارات النادي هذه نقطة استفهام كبيرة في بنزرت, وين كبارات النادي رجالات النادي يراو في الجمعية تتخبط في مثل هذه المشاكل؟ اليوم فما شكون يرى أنه يلزم معناه تقرب الناس لبعضها؟ سينو راي الوضعية هنا المرة اللي فاتت حكيت مع زميلنا معناه محمد الهادي, قلنا إذا ذكروا وضعية شباب القيروان عملوا معناه حصل 3 نقاط على امتداد الموسم, احتراماتي للفريق هذايا. الناس كل تحكي في بنزرت انه السيابي اذا كان باش تتواصل بالوضعيه هذايا ينجم معناها لا قدر الله معناها من الذهاب ينزل الرابطه الثانيه. اليوم الجمعيات كل رجعت تترين, اليوم الجمعيات كلها طعم في تربصات, الفريق الوحيد ما لعب حتى مقابله وديه.
علاش انا مش نربط زاد مش الفريق الوحيد اللي موسيترينا اصلا ما صناش المقابله الوديه تاع هو الفريق باش نبداو رايحين معناها رجع يترينا نهار 2 اوت بعد قص في الفتره الاخيره بعد ما سمعنا تم تاجيل معناها عوده البطوله لكن ليش كان اول فريق زاد باش نعطيك هذه نقطه اسلام اول فريق يقوم باقاله المدرب قبل ما تبدا البطوله نعرف انه كان محمد عزيز هو المدرب بدا التحضيرات في الفتره الاخيره عبد السلام سعيد يوقف التمارين واصدر بيان معناها تم في اقاله المدرب محمد عزيز هذا علاش نقول لك فوضى انت كي تلوم على الملاعب يشكي تلوم ايضا على المسؤولين كيفاش يتصرفوا في الفريق معناها صحيح هو اليوم المسؤول الواحد قاعد يتصرف في النادي البنزرتي اليوم ما فماش هيئه مديره الوحيد اللي قاعد يتصرف هو عبد السلام السعيداني عليك باش نربط لك بالامور الفنيه تمت اقاله معناها محمد عزيز عبط بليغ قلت البارح في الموقع الرسمي للنادي البنزرتي فما اسماء بشقة اختيارها لتدريب الفريق والبارح في الليل تم اعلان على المدرب وبالاحرى كانوا فما ثلاثه اسامي موجودين سفيان الحيدوسي كمال زعيب ومحمد المكشر تم الاختيار على سفيان الحيدوسي نجيو سفيان الحيدوسي اسلام وهذه نقطه مهمه جدا سفيان الحيدوسي كيف شاكي بالنادي الرياضي البنزرتي قرابه 160 الف دينار مستحقات لدى الجامعه وكان في احدى الاذاعات حكى في الموضوع هذا وقال انه معناها النادي البنزرتي فيه برشا فوضى والنادي البنزرتي معناها يعيش في ازمه ماليه معناها اليوم السؤال المطروح كيفاش باش يقبل معناها سفيان الحيدوسي تدريب النادي البنزرتي وهو يسالوا فلوس 160 الف دينار مقدم به قضيه لان برشا ناس تحكي في بنزرتي معناها يحكيوا على معناها سامحني في صفقه تبادليه بين المدرب والنادي البنزرتي اجى راني النادي البنزرتي معناها المستحقات الماليه نلقاو فيها حل معناها فوضى كبيره ونعطيك حاجه اخرى اسلام بصراحه معناها قاعد نطبق في مواقع التواصل رفض كبير وكبير وكبير جدا من احباء النادي البنزرتي للمدرب سفيان الحيدوسي على خلفيه تصريحاته الاخيره يقول لك معناها يخرج في الاذاعه يتهجم على الفريق على النادي هو كما قلت البارح رياض مقداد راه ما تهجمش على الفريق راه تهجم على بعض المسؤولين اللي ما خلصوش فلوسه ما نفكروش قال كلمه في السيابي يعني لا لا به بعيد شكون واضح هو راه سفيان الحيدوسي مش اول مره باش يدرب النادي البنزرتي اكيد يعني سفيان الحيدوسي رابع مره باش يدرب النادي البنزرتي سفيان الحيدوسي كل مره معناه يخرج من النادي البنزرتي معناه كل مره فما ازمه ماليه معناه فما مواسم ما كملش حتى الموسم هذا راه نحكي لك انا في ردود الفعل اليوم شنو يحكي فقط حمد دخل هنا رمزي هو رغم انه الصفحه الرسميه اعلنت على تعيين سفيان الحيدوسي اتصلت به هنا قبل ما تبدا الحصه بون يمكن قال فما اتفاق لكن حسيته مازال متردد قال نحب نحكي نزيد نحكي اليوم باش عنده لقاء يمكن بالفيديو ولا حاجه هكا عنده اتصال باش يكون مع عبد السلام السعداني وقال نحب نتقابل مع الملاعبيه نحب نحكي مع الملاعبيه قبل ما تبدا الامور رسميا مع رغم الاعلان الرسمي فانه حسيت مازال مش واضحه الامور خلينا نحط الامور في اطار البارح الموقع الرسمي كان هبط التركيبه الكامله للاطار الفني معناها سفيان الحيدوسي مدرب هيثم المزي مدرب مساعد حاتم بوليده مدرب لياقة بدنيه بشير بصحابه وجلال وكمال القادري مدربين حراس معناها التركيبه موجوده وحتى الموقع الرسمي قال معناها كانت هناك تشاور مع بعض المدربين وتم في الاخر الاختيار على سفيان الحيدوسي كما قلت نحكي فما كان كمال زعيم ومحمد المغاشة ينجم يكون معناها سفيان الحيدوسي اعطاه الموقع المبدئي في ظل معناها ردود فعل كبيره راهو البارح في الليل باش نكونوا واضحين وتعرف جميع نادي البنزرتي على مواقع التواصل الاجتماعي معناها موجوده بكثره معناها واعطات رايه وبنسبه 90% باش نكونوا واضحين معناها كانت مؤثره كانت رافضه معناها لتعيين سفيان الحيدوسي معناها سفيان الحيدوسي يعرف اجواء بنزرتي يعرف جمهور بنزرتي يعرف الاجواء الساخنه ينجم غدوه يمشي الملعب احمد البسيري بشيداني ينجم يلقى معارضه كبيره من الاحباء اقرا ودرس سفيان الحيدوسي سامحني في كلمه مو شخصيه معناها عنده الخبره شيء الكثير يقول لك ترى يلزمني نحكي مع عبد السلام يلزمني نحكي مع الملاعبيه وصحيح هو تو نحكيو على الملاعبيه وهذه نقطه السفيان شكون قعدت في النادي الرياضي بالذات معناها اليوم النادي بالذات معناها فريق بصراحه اذا كان يبدا الموسم باش يبدا بالشبان نتاعو باستثناء خليل سوسي ظهير ايسر اللاعبين الكل معناها جل مفتخوا العقود فما شكون انتهت العقود نتاعهم حتى انتداب اللي صار عمال علي الفريوي حراس المرمى واحمد حسني ما تمش تاهيله مع عمال وحتى سنة زاد سعيد كان باش يتاهلوا نظرا للظروف القانونيه اللي قاعد يعيش فيها الفريق صراحه معناها لخبطه كبيره وهذه نقطة استفهام كبيرة والجماهير تحمل في بنزرت صحيح المسؤولية اللي عبد السلام السعداني لكن زاد كيف تحملها الاعتبارات النادي ورجال النادي اللي بصراحة بعدوا كل البعد على المشهد الرياضي علاش بعدوا يا رمزي علاش بعدوا؟ والله احنا من تطيح لقدام معناها اللي يقرب للسعداني يتسب هذا هو احنا تو معناها نديروا في بنزرت وبنزرت صغيرة معناها والناس تعرف بعضها اللي تنجزوا من المسؤولين السابقين او من الرؤساء السابقين يقول احنا كل مره نحب نقدموا يد المساعده ولا من قول الكلمه اللي قلتها انت تطيح الاقدار من الهيئه الحاليه الناس معناها ملت وكلت اليوم كذا كان حكي رياض مقداد قال انا حبيت معناها نشد الهيئه التسييريه ونقوم بعمليه
بالجلسه الانتخابيه ونبيع على الانخراطات. وصلت المعلومه قال لعبد السلام السعيداني، عبد السلام السعيداني على ذكر معنا جيمي على برا، معناها اليوم مش قالوا عبد السلام السعيداني في النادي البنزرتي، قالوا موسم 2022 ويغادر. لكن بصراحه في ظل الظروف الصعيبه اللي قاعده يعيش فيها النادي البنزرتي، اسلام مش يتعدى موسم صعيب وصعيب وصعيب ياسر. انا عليك نعوضها اليوم، الناس كل لايه في البحر ولا شيخ ولا يتحوس، راهو كيفاش تبوم بالكوره وباش ترجع البطوله، راهو باش يلقاو النادي البنزرتي بصراحه في وضعيه معناها باش ما نقولش عليه اكثر من كارثه. تو المواسم اللي فاتت رمزي صاروا انتدابات كمام، ولو انه مش اضافه كبيره لكن صاروا انتدابات، وشفتوا السي بي تقريبا منع في اخر جولات السنين، فما شيء بالافكتيف هذا وين ماشيه؟ وين هز هو 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 عبد السلام السعيداني راه كل مره وين يخرج وين يتكلم معناها في الباج نتاعه يقول باش نقوم بالانتدابات معناها لما نسوي الوضع. لكن عليهم اول حاجه اقول الانتداب لازم تكوين هيئه مديره معناها مع عبد السلام السعيداني، مش نجم تعاون. نعرف انه عبد السلام موجود في فرنسا، يلزم على الاقل يكون يسير في بنزرت معناها مش باش يقعد يسير فيها بالهاتف. اليوم اذا كان هشام العلوش امين المال وايمن الزين نائب رئيس استقال وصابر بن بركه كاتب العام استقال، هذا الناس كانت تسير في بنزرت، حتى المدير الرياضي معناها نبيل عنتر كان يسير زاد في بنزرت. اليوم الاربعه هذوما خرجوا عبد السلام كيفاش باش يسير؟ ساعه الانتدابات يلزم ساعه عاجله تكون في الهيئه المديره. بالنسبه للانتدابات معناها بخصوص معناها الامور الفنيه، صحيح هو عبد السلام باش نكونوا واضحين، اسلام نعطيه حقه، هو راهو عنده الزر في الانتداب بعض اللاعبين، معناها يقعد 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 معناها في الساعات الاخيره يقوم بثلاث اربع انتدابات، معناها يعاون الفريق. انا شفنا ايمن طرابلسي عملها عاون، سامي قاسم عاون، امادو صابول مشى للنادي الافريقي كيف كيف عاون، عنده الرؤيه الكرويه. لكن وقتاش القرعه نتاع البطوله باش تعمل نهار 11 سبتمبر، البطوله باش تبدا في اكتوبر، والنادي البنزرتي اليوم معناها حتى العوده للتمارين مازال ما رجعش بعد مقص، ما فماش مباريات وديه، التربصات ما فماش، الفلوس ما فماش. اليوم فما لاعبيه وهذه معناها من المبكيات بصراحه في بنزرت، كي نسمعوا اليوم لاعبيه اللي يعيشوا في تونس العاصمه معناها ما عادش يجيو يترناو في النادي الرياضي بنزرتي في بنزرت، لان ما عندهمش حق التنقل ولا ما عندهمش حق البيتين في بنزرت. معناها اليوم جمعيه 93 سنه تعيش في الظروف هذه بصراحه، انا قلت لك وضعيه اكثر من كارثه. دونك كما قلت انت فما شكون فسخ، غدوه ان شاء الله نعطيكم زوج اسامي نتاع لاعبيه، زوج اخرين باش يفسخوا ان شاء الله عقودهم، باش يكونوا يفسخوا عقودهم. هو شكون بقى يا اسلام باش يفسخ يا اسلام؟ هو شكون بقى في النادي الرياضي بالزبط؟ اذا كان اليوم نحكيو حتى اشرف بودراما وجمال الدين شتير ونحكيو الكالي بنغورا زاد النجم يمشي، معناها وامادو صابو مشي، سامي قاسم مشي، ايمن طرابلسي مشي، بنفرج في محور الدفاع مشي، معناها شكون قعد؟ معناها نعيم مخلوط مشي، معناها لحد الان بريسك 10 لاعبيه خرجوا من النادي الرياضي بالبنزرتي، هذه معناها المشكل كبير وكبير ياسر. معناها كان تبدا كان تبدا الشامبيونان غدا ما تلقاش حد، ما تلقاش حد يلعبوا انت. هو ال 11 موجودين من ابناء النادي، معناها الحاجه المؤكده واكيد انه فما 11 من ابناء النادي نجموا يبداوا الموسم، لكن راك ال 11 هذوما صحيح معناها فيهم لاعبين كيما خليل بلبوس، كيما نادر الجربي، كيما ياسين كشوك، كيما الحارس خالد السعيداني، كيما خليل صغار، شمس الدين بن عامر، علي دريبي، هما لاعبين شبيه دي كاليبر معناها مش كونوا واضحين، لاعبين كبيره معناها ما ينجموش وحدهم يا رمزي. اما ما ينجموش وحدهم صحيح، ما ينجموش وحدهم باش يجيبوا معناها 26 جولة معناها في البطولة المحترفة الأولى مع جمعيات كما توا قاعدين نشوفوا قاعدين يقوموا بانتدابات، وهو خير مثال نشوفوا في ليل الشابة في الفترة الأخيرة معناها قاعدة تقوم في انتدابات، وهي معناها مازالت روحها ما تعرفش في الرابطة الأولى الرابطة الثانية، الملعب التونسي قاعد كيف كيف رجع بقوة وقاعد يترنى، معناها الجمعيات هذوما معناها قاعدين يحضروا، فما بالك اليوم النادي البنزرتي باش باش يدخل معناها للرابطة المحترفة الأولى، معناها هذاك مع احتراماتي ما دخل للشبيبة القيروانية، الناس الكل معناها في بنزرت خايفة من السيناريو تاع الشبيبة الموسم المقبل. يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي بنغربية على كل هذه التفاصيل اللي مدينا بها بخصوص الوضعية الكارثية اللي قادها عبد السلام السعيداني للنادي البنزرتي. موسيقى مكملين بعد شوية في فير بلاي حتى الخامسة متاع العشية.